معكم محدثكم فارس عوض من كبيرة التعليق، وعندنا اليوم مباراة غير عادية، نهائي بطولة يورو 2024، الحدث الكبير يصل لنهاية ومواجهة كثيرة هنا لحسم كل شيء، الكل متحمس والكل يترقب والأجواء هنا رائعة جدا. إسبانيا في مواجهة إنجلترا، وهنا اليوم الكبير، يوم الحسم في بطولة يورو 2024، هنا النهائي الكبير، اليوم تتحدد هوية البطل في مباراة ينتظرها كل عشاق كرة القدم، مباراة تخفي العديد من الأسرار والكشف عنها سيكون في الملعب. واضح على الشاشة تشكيلة منتخب إسبانيا في مباراة اليوم. في المرمى يتواجد أوناي سيمون، لونور مانس عنده فرصة للتسجيل، رؤية ممتازة، يلعب الكرة إلى الخلف، والكرة في المرمى، الهدف الأول في المباراة النهائية، نهائي اليورو، يزداد إثارة، الله على هذه اللحظات وعلى هذه الاحتفالات، تدخل قوي في اللقطة. مضغوط عليه في هذه اللحظة، تحرك ممتاز للاعبين لدعم الهجوم، الجماهير تنتظر تصويبه، ممكن هذه، ممكن كرة التعادل، ضربة مرمى بعد ما كانت فرصة كبيرة جدا للتسجيل وزيارة الشباك. تريبيير بعد الضغط العالي لابد من الاستفادة من نعم، ركلة جزاء، الآن فرصة وإمكانية لتسجيل هدف التعادل، ضربة جزاء يحولها في الشباك مباشرة. هدف تعديل الكفة، التعادل الإيجابي 1-1. عرف كيف يمر، عرف كيف يتخلص، تصويبة في مكان، اوهو، ضغط متقدم وقطع للكرة، والكرة في المرمى، لكن الصافرة سبقت، وهناك راية تعلن عن حالة تسلل بسبب التداخل في اللعبة، سوء التمركز والتحرك يكلف الفريق هذا الهدف، محاولة لهدف التقدم، هل سيكتفي الحكم بالإنذار الشفوي في اللقطة الماضية أم سيخرج البطاقة؟ رودريغو، إمريك لابورت، المنتخب الإسباني يفقد الكرة، تدخل خاطئ في هذا التوقيت، ممكن أن نشاهد بطاقة، ولام مع بدري، كرة بتعدي، مرت بجوار القائم، خطيرة كانت في اللقطة الماضية، شوف التسديدة، شوف الأسلوب، أي مهارة من هذه المسافة، الله على كرة كان يستحق من خلالها ما هو أكثر حقيقة. ضاعت من جانب المنتخب الإسباني، يتوغل باتجاه المرمى، الآن فرصة للتقدم في النتيجة من الضربة الركنية، هل تستغل الفرصة؟ يا رب التسديدة، أوهو، يسجل مرة أخرى ويستعيد التقدم من جديد في النتيجة، الحكم يريد ضربة البداية الإنجليزية لشوط المباراة الثاني، يخترق ولديه المساحة، الحارس يبعد الكرة، ويهي تدخل سليم، الكرة إلى رمي التماس، جون ستونز وصلت إلى أرنولد،
وصلت إلى ساكا، ساكا وفرصة خطيرة. هاري كين، أوه هدف تعزيز التقدم يأتي، يقتربون أكثر فأكثر في هذا النهائي. يا لها من أجواء، يا لها من إثارة، نهائي من نار حتى الآن. الثلث الأخير من هذا اللقاء يبدأ في هذه اللحظات، المتبقي فقط 30 دقيقة. تحرك جيد في الثلث الهجومي، فرصة لتقليص الفارق بكرة خطيرة. يا الله على هدف يقلص الفارق ويحبس الأنفاس. الآن هل يأتي التعديل؟ نتيجة اللقاء 3 أهداف مقابل هدفين، هدف وحيد يفصل بين الفريقين حتى الآن. تدخل ممتاز يبعدها إلى رمية التماس. تدخل رائع في توقيت مثالي. انطلاقة في المساحة على الجناح المنتخب الإسباني. الكرة تشق طريقها السهلة إلى يد حارس المرمى، لم يجد أي صعوبة. مجهود طيب في الاحتفاظ بالكرة. ممكن محاولة مرتدة خاطفة لك. كرة هدف في هذه اللحظات. اللعب يستمر، حكم يشير لمصلحة المنتخب الإسباني. تسديدة والحارس ينقذ الكرة بدون مجهود. ينطلق هنا على الطرف وأمام المساحة. لم تنتهي المحاولة كما تمنى الفريق، وبالتالي الكرة تتحول في هذه اللحظات. ست دقائق فقط ويطلق الحكم صافرة النهاية. هذه فرصة هدف. الله على كرواتا، هدف لتأكيد الانتصار وتحطيم الخصم، لا يرحم في الدقائق الأخيرة أبدا. حكم يعلن عن دقيقة واحدة كوقت بديل. وهي الصافرة للعب نهاية